طيب احنا كنا اتكلمنا على نوعين من الكلاسترنج اللي هم البارتيشنال كلاسترنج والهيراريكال كلاسترنج. هو في الحقيقة في انواع اكتر من كده، في الدينستي بيزد كلاسترنج وفي الجريد بيزد كلاسترنج والموديل بيزد كلاسترنج. احنا مهتمين بس بثلاث انواع دول اللي هم البارتيشنال والهيراريكال والدينستي بيزد اللي هنتكلم عليه دلوقتي. فكرته ايه الـ density based clustering؟ ان انا بجمع points اللي ليها density عالية جنب بعض، كل شوية points عاملين density عالية جنب بعض، دول كده باخدهم as a cluster. example على الـ density based clustering هناخد الـ DB scan. الـ DB scan ده algorithm معمول على الـ density based clustering. هو اختصار لـ Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. هو معمول أكتر لـ Applications اللي بيبقى فيها Noise. اللي بيميز الـ DB Scan إن هو بيحدد أو بيجيب لي الكلاسترز حتى لو الداتا فيها نويز كتير، وده كان بيعمل مشكله في الهيراركال كلاسترنج. زي ما شفنا ان اغلب الابروتشز كانت سنسيتيف للنويز، فهو هنا بيحل مشكله النويز حتى لو في نويز كتير، بيطلع نتيجه كويسه في الكلاسترنج. كمان هو احسن في ان هو بيجيب الكلاسترز لاي شيبس، اذا كانت سفيريكال او شيبس داخله في بعض او زي ما هنشوف قدام، بيجيب نتيجه كويسه في الكلاسترنج ليها شيبس مختلفه. كمان انا مش محتاجه احدد له عدد كلاسترز معين في الاول يبدا منه زي الكي مينز مثلا، فهو مش محتاج كده. طيب هو بيعمل كلاسترنج على اساس ايه؟ بيعمل كلاستر من الـ density connected points. يعني ايه density connected points؟ هنعرف قدام شويه يعني ايه، بس ببساطه density بمفهومها هنا ان انا عندي number of points within a specified radius او epsilon. يعني انا عندي شويه points في region معينه، region دي ممكن تبقى region with، ماشي هي مش كويسة قوي بس ماشي. لو انا عندي دي كده point، فده كده radius بتاعها اللي هو ايه ال epsilon. فانا بشوف في region اللي radius بتاعها epsilon دي، بشوف ال number of points اللي في region دي. على اساس ال number of points دي انا بحدد، يبقى عندي number of points معينة بحدد منها إذا كان الـ density دي كويسة، ده كده cluster ولا لأ. طيب الـ DB scan الـ algorithm ده بيبقى ليه 2 parameters مهمين، هما الـ epsilon اللي لسه قايلين عليها دلوقتي، اللي هي الـ radius بتاعة الـ region اللي أنا هدور فيها على الـ density بتاعة الـ points. وعندي تاني parameter هو الـ minimum points. الـ minimum points اللي هي threshold معين انا بحدده، بيتحكم في البوينتس اللي موجوده within الريجن دي، بنستخدمه في شرط معين هنشوف. في الالجوريزم ده احنا بنصنف الداتا بوينتس انها تكون بوينت من الثلاثه دول، يا اما كور بوينت، يا اما بوردر بوينت، يا اما نويز بوينت. طيب امتى تكون كور او بوردر او نويز؟ البوينت تبقى كور بوينت لو عندها نيبرز اكبر من المينيمم نمبر اوف بوينتس. عندها نيبرز يعني عندها بوينتس جنبها within الريجن اللي هي بتكونها سيركل بريديوس ايبسلون. بشوف البوينتس اللي فيه، يعني لو دي مثلا البوينت اللي انا بحسب لها اللي عايز اعرف نوعها ايه، كور ولا بوردر ولا نويز، فانا عندي شويه بوينتس تانية هنا جنبها، ماشي، عندي شويه بوينتس هنا وفي بوينتس تانية بره، تمام، في بوينت تانية بعيده جدا هنا، فعندي شويه بوينتس ايه في نفس الريجن بتاعه الابسلون بتاعتها. فهعد البوينتس دي، زي ان انا مثلا عندي المينيمم نمبر اوف بوينتس 4، فانا كده البوينت دي في النيبرز بتوعها اكتر من 4، فهي كده تبقى ايه كور بوينت. يبقى ده الشرط بتاع الكور بوينت، ان النيبرز بتوعها
اللي في نفس الريجن بتاعة الابسلون انها تكون اكبر من المينيمم بوينتس اللي هو البارامتر اللي انا بحدده. طيب دي كده الايه الكور بوينت. طيب لو هي مش لو النيبرز اللي حواليها البوينتس اللي حواليها في ريجن الابسلون اقل من المينيمم بوينتس دي كده هتبقى بوردر بوينت. طب هل على طول هتبقى بوردر بوينت؟ لا، في شرط كمان لازم تكون محققاه، ان البوردر بوينتس دي زي ما قلنا هتبقى اقل من المينيمم بوينتس، وفي نفس الوقت لازم تبقى نيبر لكور بوينت. يعني مثلا لو بصينا على البوينت دي، فالبوينت دي لو جيت برضو رسمت سيركل ويز راديوس ابسلون، فهلاقي ان هي مثلا داخل فيها البوينت دي ودول، فلو اعتبرنا ان هي بتعدي بالبوينت دي، او هي مثلا لو افترضنا ان دي كمان كور بوينت، لو افترضنا ان دي كمان كور بوينت ماشي، ودي كور بوينت، وانا بشوف البوينت دي كده ورسمت radius epsilon، فهيكون داخل معايا الثلاثة بوينتس دول مثلا، فدول اقل من المينيموم بوينتس اللي انا كنت محدداه. طيب هل على طول اقول ان دي بوردر بوينت؟ لا، لازم اتاكد الاول اللي قلنا من شرط ان هي يكون ان هي تكون نيبر لكور بوينت. يعني دي كده كور بوينت، الابسلون رينج بتاعها داخل فيها البوينت دي، يبقى دي نيبر لدي. نيبر يعني تكون في الرينج بتاع الابسلون سيركل دي. طيب فخلاص احنا كده عرفنا ان دي نيبر لدي، طالما هي نيبر لكور بوينت تبقى كده دي ايه بوردر بوينت. يبقى انا عرفت ان دي كده بوردر بوينت. طيب لو هي بقى ولا ده ولا ده، لو هي ولا كور بوينت ولا بوردر بوينت، يعني مش محققة شرط ان هي عندها نيبرز اكتر من المينيمم بوينت، ولا حتى محققة شرط ان هي نيبر لكور بوينت، بوينت زي دي كده لو رسمت الابسلون بتاعتها هلاقي ان مفيش حواليها بوينتس، او حتى لو في مثلا بوينت واحدة هنا جنبها، فهلاقي برضو ان هي مش محققة شرط المينيمم بوينتس، وهلاقي ان هي كمان مش نيبر لكور بوينت. فده كده بيعرفني ان دي كده ولا بكور ولا بوردر، فدي كده هتبقى ايه نويز، يبقى دي كده ايه نويز بوينت. طيب هنا هنوضح برضو اكتر. لو انا عندي مثلا دي الداتا بوينتس بلوتت، البوينت دي مثلا انا لسه معرفش هي كور ولا نويز ولا بوردر ولا ايه بالظبط، ودلوقتي عايزه اعرف هي انهي نوع منها. انا عندي المينيمم بوينتس 4، فابدا اعمل السيركل ويز ايبسلون راديوس هنا 1 مثلا، فعملت السيركل دي وابدا اعد البوينتس اللي ويزن الريجون دي. طيب بشوف هنا البوينتس قد ايه، فلاقيها ان هي اكتر من المينيمم بوينتس، فخلاص دي كده كور بوينت، حققت الشرط الاولاني. طيب اجي على بوينت تانية زي دي مثلا، البوينت دي هلاقي ان هي الريديوس او الريجن بتاعه الابسلون ريديوس البوينتس اللي فيها اقل من 4 اللي هي المينيمم بوينتس، تمام، فدي كده هتبقى ايه بوردر بوينت. طيب هل اقول ان هي بوردر على طول؟ لا، اشوف الاول هل هي نيبر لكور بوينت ولا لا، فهلاقي ان هي فعلا نيبر للكور بوينت دي، لان البوينت دي داخله جوه الريجن بتاعه الابسلون بتاعتها. بقول ان هي نيبر ليها لو المسافه ما بين التو بوينتس، يعني اقول ان البوينت دي نيبر للبوينت دي لو المسافه بينهم اكتر اقل من او تساوي الابسلون، اقل من او تساوي الابسلون، يبقى دي كده ايه بوينت نيبر. طيب خلاص يبقى دي كده بوردر لانها نيبر للكور بوينت دي. طيب بوينت زي هنا اما اجي ارسم الابسلون ريجون بتاعتها هلاقي ان فيها بوينتس اقل من المينيمم بوينتس، وفي نفس الوقت هي مش نيبر لكور بوينت لان هما دول 2 بوينتس بس اللي فيها، فبرضه لو رسمت سيركل عليها هلاقي ان هما برضه مش كور بوينتس، ولا دي كور بوينت، فدي كده بالتالي النقطة دي ولا هي كور ولا هي بوردر، فهتبقى هي ايه نويز بوينت. في حاجة كمان النويز بوينت، لو عندي مثلا شكل ديتا زي كده بتبقى الكور بوينتس هي البوينتس اللي بتبقى في نص او في الداخل بتاع الكلاسترينج،
تمام في الجزء الانتريور بتاع الكلاسترنج الكلاستر، عشان كده هي اسمها ايه كور. انما البوردر بوينتس بتبقى نقطة على الايه على الاطراف بتاعة الكلاستر شوية، لانها بتحقق شرط ان هي قريبة منهم بس ما عندهاش كثافة حواليها من البوينتس، بس هي قريبة داخلة في الريجون ان هي في كور بوينت قريبة ليها. فالبوردر دي بتبقى على الاطراف عشان كده اسمها بوردر بوينت، والنويز دي بعيدة مش بتحقق ولا شرط من الشرطين، عشان بس نبقى متخيلين المسميات دي. طيب لو عندي برضو ديتا زي كده، البوينت اكس دي كده بالنسبة لي هتعتبر ايه؟ هتعتبر كور بوينت، لان في بوينتس حواليها كتير على حسب بقى المينيمم بوينتس بتاعي كام، بس هي واضح ان هي في بوينتس كتير حواليها فدي كده كور بوينت. انما البوينت واي، البوينت واي هلاقي ان هي ايه حواليها ما فيش بوينتس كتير، فهي اقل من المينيمم بوينتس، بس هي نيبر لكور بوينت اللي هي الاكس، فدي كده هتبقى البوينت واي دي كده بالنسبة لي بوردر. والبوينت زد ولا واحدة من الشرطين ما عندهاش نيبرز اكتر من المينيمم بوينتس، ولا عندها ولا هي نيبر لكور بوينت، فتبقى هي كده ايه نويز. طيب في شوية ديفينيشنز كده عايزين نعرفها. امتى تكون البوينت اللي هي هتكلم اول حاجة على directly density reachable. لو انا عندي بوينت اكس، امتى اقول عليها ان هي directly density reachable from another point y؟ الواي دي لو الواي دي كور بوينت، ماشي، لو الواي دي كور بوينت، فامتى اقول ان بوينت اكس density reachable from الواي اللي هي الكور بوينت؟ لو الاكس دي belongs to النيبورز بتاعت واي، لان دي اللي هي النيبورز with radius epsilon، ماشي. فلو الاكس belongs to النيبورز بتاعت الواي اللي هي الكور بوينت، فكده هقول عليها ان هي directly density reachable من الواي، تمام. دي كده directly density reachable، يعني باختصار البوينت اكس تبقى directly density reachable from الكور بوينت لما تكون المسافة ما بينهم اصغر من او تساوي ابسلون، لازم تكون نيبر ليها او المسافه بينهم اصغر من او تساوي ابسلون في نفس الريجون بتاعه الابسلون سيركل دي، ساعتها هقول ان هي دايركتلي دينستي ريتشبل. طيب البوينت اكس اقول عليها ان هي دينستي ريتشبل فروم واي امتى؟ لما يكون عندي تشين اوف بوينتس اكس 0 اكس 1 اكس 2 كده such that اكس اي is directly density reachable from xi minus 1. طيب الكلام ده هيبان اكتر لو بصينا كده على هنا، ده الريفرنس. لو انا عندي كده البوينت دي، انا عندي m كور بوينت و q و p بوردر بوينتس، تمام. طيب هقول ان q، انا عارفه ان q directly density reachable from m، ليه؟ لان هي نيبر ليها، هي في نفس الريجون بتاعه الابسلون فهي نيبر ليها، فالq directly density reachable from m. كذلك الp directly density reachable from الm، انا دايما بقول from الكور بوينت، بعد الفروم دي الكور بوينت، عشان المعنى يبقى صح ان انا بقدر اريتش البوينت دي من الكور. طيب ال Q وال P أقدر أقول عليهم density reachable إمتى؟ لما يكون هما ما بينهم chain أو على الأقل point واحدة من ال core points أو من ال neighboring points. يعني أنا عندي دلوقتي دي كده core point بتجمع بين ال P وال Q، فدول كده ال P وال Q density reachable لبعض، زي ما قلنا ليه؟ عشان ما بينهم نقطة اهي واحدة، دي تعتبر density reachable هنا directly density reachable معاها و directly density reachable معاها. هنا برضو نفس الكلام، الاس والاو دول كده ايه density reachable لبعض برضو، ليه؟ لان في نقطة common هنا اقدر اوصلها من خلالها. لو رجعنا هنا تاني للسلايد،
نقرا الكلام تاني، ان ال point x dynasty reachable من ال من from y لما يكون انا عندي chain of points such that ان x i كل واحدة فيها directly dynasty reachable لل x اللي بعدها على طول. يعني لو انا بوصل بيها من chain of points لازم تكون ال points دي كلها neighbors لبعض، directly dynasty reachable يعني كلهم neighbors لبعض، واقدر اوصل ل point تانية. دي كده ال dynasty reachable. تالت حاجة ال dynasty connected، امتى اقول على 2 points ان هما dynasty connected؟ لو انا عندي 2 points x و y دول بيبقوا dynasty connected لو انا عندي core point z such that both x and y are dynasty reachable from z. لو انا عندي core point z فال x وال y هيبقوا dynasty connected لما يكون ال x وال y دول dynasty reachable from z. نفس ال example اللي كنا فيه هنا ده، انا عندي ال s وال r دول هقول عنهم dynasty، هقول عليهم dynasty connected. ال s وال r هقول عليهم dynasty connected لو ال s dynasty reachable from o وفي نفس الوقت ال r dynasty reachable from o. تمام، وده اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. ما ده كان نفس الاكزامبل، ان انا ال q قلنا عليها dynasty reachable من ال p، برضو زي ما ال s dynasty reachable من ال o. هنا كان ما بينهم core point واحدة، انما هنا انا عندي chain of points طبعا كلهم لازم يبقوا neighbors لبعض، فانا عندي برضو ال r هنا direct ال r هنا dynasty reachable from o. فطالما انا عندي point في اتنين points directly مش directly dynasty reachable from نفس ال point دي، فيبقى ال s وال r دول dynasty connected ببعض. طيب انا استفدت ايه من هما dynasty connected؟ احنا قلنا في الاول خالص ان ال cluster بتتكون من ال dynasty connected points، ال cluster بتتكون من ال dynasty connected points. فانا من خلال شوية ال definitions اللي كنا بنتكلم عليهم دول هستنتج ان دي كلها كده على بعض cluster واحدة. ليه كلاستر واحدة؟ لأن من الأول S لحد ال R ودول يعتبر أبعد نقطتين عن بعض أو يعتبر ما بينهم مسافة كبيرة، فال S وال R دول dynasty connected ببعض. نفس الكلام مثلا النقطة دي والنقطة دي، نفس الكلام النقطة دي مع ال S، هلاقي إن كل ال points دي dynasty connected ببعض. لو هما في نفس ال region بتاع ال epsilon يعني هما neighbors لبعض بسميها directly dynasty reachable. لو هما مش في نفس، لو هما مش neighbors بس في ما بينهم chain of neighbors points أو core points فبسميهم dynasty reachable. لو هما الاثنين بيجمعهم كور بوينت واحدة فهما كده يبقوا dynasty connected. يبقى الكلام ده كله عشان اعرف ان دي كده كلها كلاستر على بعضها. هنشوف في الالجوريزم ان هو بيعتمد على ال dynasty connected. طيب يبقى كده خلاص فرقنا ما بين كل الحاجات دي. لو جينا بقى نبص على الالجوريزم نفسه، ال db scan هيكون ايه البارامترز بتاعته؟ طبعا الداتا سيت او الداتا بوينتس اللي عندي والابسلون والمينيمم بوينتس. احنا قلنا ان هو بيستخدم تو بارامترز، الابسلون والمينيمم بوينتس. اول حاجه خالص فور لوب بيعمل فيها ايه؟ بيحدد مين النيبرز للبوينت اكس دي، لكل اكس من لكل داتا بوينت من الداتا سيت بشوف كل النيبرز للبوينت اكس دي طبعا على اساس الابسلون اللي انا كنت واخداها في الاول، فبشوف كل النيبرز للبوينت. طيب بعد ما جبت النيبرز بتوعها هبدا اكلاسيفاي البوينت دي، هل هي كور ولا بوردر ولا نويز، طبعا من الشروط اللي اتكلمنا فيها قبل كده. خلاص انا عرفت كده بقى، خلاص حددت كل الداتا بوينتس عندي، انا عرفت ان هي كور ولا بوردر ولا نويز. عندي على كده فاريبل اللي هو اسمه اي دي هبداه بزيرو، وبعد كده هدخل في لوب تانية لكل x برضو في ال data points such that ان ال x دي core وكمان unmarked. unmarked هنشوف بعد كده ان انا ما بعدي على حاجة بعمل لها mark، فبعدي على كل ال points اللي هي ايه ال cores بس. يبقى انا ال loop دي بمشي على كل ال points اللي ايه ال cores بس، وطبعا ما كنتش عديت عليها قبل كده. طيب ال id طالما هي دي core point فهديها id،
هديها اي دي، هزود الاي دي بواحد يعني، وابدا انده فانكشن تانية اسمها دينستي كونكتد، بديها البوينت دي اللي هي كور بوينت واديها الاي دي بتاعها. طيب تمام، نروح لدينستي كونكتد نشوف انها بتعمل ايه. الدينستي كونكتد بتاخد البوينت والاي دي بتاعها، تعمل لها ايه؟ تعمل لها مارك، بتمارك ان البوينت دي الكلاستر اي دي بتاعها الرقم الكذا على حسب بقى الاي دي بكام. تمام، اكس دي بالنسبه لي ايه؟ كور بوينت، لان انا ببعت الدينستي كونكتد دي ببعت لها كور بوينت، فبعدي على كل النيبورز بتوع الاكس دي، بعدي على كل النيبورز بتوع الكور بوينت دي، واشوف ودي البوينتس النيبورز بتوعها دول اديها نفس الاي دي كلاستر بتاعها. تمام، بديها نفس الاي دي كلاستر بتاعها، طالما هي معاها نفس الاي دي فدي كده بعتبره ان هي ايه، في كلاستر واحده. فانا طالما خدت النيبرز عملت عديت على كل النيبرز اديتهم نفس الاي دي كلاستر، فهما كده بقى في كلاستر واحده. طيب لو قابلت نقطه من النقط دي لقيتها كور بوينت، هعمل بقى ايه؟ ريكيرجن، ان انا هفضل عندها تاني واشوف النيبرز بتاعه البوينت دي، اديتها اي دي تاني وبدات اشوف النيبرز بتوعها، وهكذا هفضل في الريكيرجن ده لحد ما في الاخر خالص هريترن ايه، هريترن الداتا ماشي، بس هكون labeled بي ID، هيكون عندي كل داتا بوينت اكس في الداتا هيكون ليها label I، الليبل ده اللي هو ال ID بتاع الكلاستر بتاعها. يعني say مثلا انا عندي group of points الليبل بتاعهم 1، فدول كده في كلاستر 1، جروب تاني ليهم ID 3 فهما كده في كلاستر 3 وهكذا. طيب فده كده output الكلاسترينج، طلع لي بعد كده في الاخر الكلاستر. طيب ده كده الالجوريزم. هنا برضو بيوضح لي قد كده الاوريجينال بوينتس، وعندي الابسلون ب10 والمينيمم بوينتس ب4، الكور بوينتس اللي هي الجرين بوينتس دي، فهلاقي ان هي الانتيريور، الاجزاء الانتيريور بتاعه يعني كل كلاستر، هو ده كده كلاستر على بعضه وده كده كلاستر تاني، يعني اليو شيب كل يو شيب فيهم كلاستر لوحده، والتي شيب ده كل واحد فيهم كلاستر، ده كده كلاستر لوحده وده كلاستر لوحده، بس هو بيوريني الكور بوينتس ان هي بتبقى الانتيريور بتاع الكلاستر، والبوينتس الزرقاء دي هي دي البوردر بتاعه الكلاستر، والنويز اللي هي الحمراء اللي هي بعيده عن بعضها دي. طيب بعد كده بيقول لي امتى الدي بي سكان يشتغل كويس. احنا قلنا ان هو بيشتغل كويس في حتى لو في نويز، يعني دي كده الكلاسترز حواليها نويز كتير، نفس الداتا دي لو شغلتها على الهيراركال المينيمم هيديني مشاكل لان في نويز، انما هنا هلاقي ان هو طلع لي الكلاسترز مظبوطه، كل واحد فيهم كلاستر اهو، والنويز هو فرقها ان دي كده نويز لوحدها دي مش كلاستر، فهو هو ميزته ان هو resistant to noise، وكمان يقدر يهندل كلاسترز من different shapes and sizes، يعني ده كده كلاستر صغير غير ده فهي sizes مختلفة وكمان shapes مختلفة، فهو بيقدر يهندل الكلام ده. طيب هي السلايد دي يعني معليهاش labels او اي كلام، فانا ما فهمتش عايزة ايه بالظبط، فممكن نسكيب. طيب امتى بقى الدي بي سكان ما بيشتغلش كويس او ايه الليميتيشنز بتاعته؟ هو ما بيشتغلش كويس لما يكون عندي دينستيز مختلفة، لما تكون الداتا سيت دي هلاقي ان هنا الجزء البوينتس ده ليهم دينستي غير الدينستي دي غير الدينستي دي غير الدينستي دي، تمام، فالمفروض ان ده الكلاسترنج الصح بتاعها، فهو هنا المينيمم بوينتس 4 والابسلون الرقم ده، فهو هنا طلعها ايه، طلعها غلط لانها عملها على ان ده نفس الكلاستر ده، مع ان ده كده الكبير ده كلاستر وده كده كلاستر تاني، فهو لما يكون في اختلاف في الدينستيز ممكن يطلع النتائج غلط. كمان لما غيرت الابسلون من 9.75 ل 9.9
لقيت ان الكلاسترنج اختلف، لقيت ان كلاستر اختلف. فدي مشكلة هنلاقيها بعدين، ان هو ازاي ان انا احدد ابسلون تكون اوبتيمال تطلع لي احسن نتيجة كلاسترنج. كمان هو بيبقى في مشكلة عنده في الهاي دايمنشنال داتا، مش بيشتغل فيها كويس برضه. طيب ازاي احدد؟ احنا قلنا الدي بي سكان الالجوريزم ده بيشتغل على 2 بارامترز، بيحتاج 2 بارامترز، الابسلون والمينيموم بوينتس. فانا ازاي احدد له البارامترز دي في الاول؟ لان بتبقى مشكله الدي بي سكان في ان انا احدد البارامترز دي في الاول، البارامترز اللي هبدا بيها. المينيموم بوينتس ما بتبقاش مشكله قوي، في رول كده بتقول ان انا بشوف الداتا ايه الدايمنشنز بتاعتها، بشوف الدايمنشن بتاع الداتا واجمع عليه واحد، وعلى حسب برضو كثافة النويز عندي. لو انا عندي نويز كتير قوي، ولو انا عارفة الداتا دي ما فيهاش نويز كتير، فبقدر احدد المينيمم بوينتس. الابسلون بقى المشكلة فيها دي مشكلتها اكبر شوية، لان لو انا الابسلون ده رقم صغير جدا هيعمل لي مشكلة ان هيبقى عندي جزء كبير من الداتا هيتحدد على انه نويز. ليه الكلام ده؟ لان لو انا عندي الابسلون دي دايرة صغيرة كده او ريجن صغيرة، ماشي، هتاخد البوينتس اللي قريبة قوي 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 من بعض. لو بوينتس مثلا زي كده بعيدة شوية عن بعضها، ماشي، ممكن يحدد كل دول على انها نويز. ليه؟ لان الابسلون بتاعته صغيره قوي، فهو مش قادر يشوف ان دول نيبرز ليها، فهو هيقول ان دي كده نويز، فهتبقى اغلب الداتا عندي نويز. طب لو الابسلون دي كبيره قوي، لو الابسلون كبيره قوي، فهو هياخد جزء كبير من النيبرز، فهو ممكن يحدد البوينتس دي مع البوينتس دي على انها كلاستر واحده، او دي مع دي، او دول مع دول. فهو الابسلون برضو لو كبيرة قوي ممكن يمرج كذا كلاستر مع بعض، فانا بتبقى مشكلة لو انا صغيرة قوي او لو كبيرة قوي، فانا محتاجة الاقي ابسلون اوبتيمال في النص. طيب ازاي اعملها؟ قالوا ان في طريقة بان انا احسب ال k nearest neighbors، ان انا مثلا بحدد ال k ده مثلا قلنا عليه 4 او 5، بشوف اقرب. لو قلنا مثلا عليه 4، عشان في الجراف هنا هو 4، بشوف أقرب 4 نيبرز من كل بوينت، وأبدأ أحسب average distances ما بينهم، تمام؟ فكل بوينت بشوف الأربعة نيبرز بتوعها، وأحسب الديستنس ما بينهم، وأبدأ أعمل لهم sorting وأرسمهم في جراف زي كده. ببدأ أعمل الجراف ده، ده sorted according to distance للفورست الفورست nearest neighbor. اقرب 4 بوينتس بجيب الديستنس ما بينهم، ما بين البوينت اللي انا بحسب لها، واشوف الديستنس بتاعتها قد ايه، وابدا اعمل سورتنج للبوينتس كلها وابلوت الديستنس ما بينهم. دي كده البوينتس، ودي الديستنس بتاعت النيبرز بتوعها. فابدا اشوف على الجراف ده الني، الني اللي هو الجزء ده، الجزء ده هو ده بيبقى الاوبتيمال ابسلون اللي اقدر اخدها. يعني الجزء ده كده لو مشيت على الديستنس اكسس هلاقي ان البوينت دي ده كده ايه اقرب ابسلون ممكن اخده. ليه؟ لان انا هنا بيبقى قبل على طول ما بيحصل شارب تشينج في الديستنس، الديستنس فجأة بتزيد جدا جدا جدا، هنا كانت بتزيد تدريج، فده كده بيدل ان دي كده دينستي كونكتد ببعض شويه، انما هنا بدات تبعد قوي عن بعض. فدي كده الابسلون الاوبتيمال اللي اقدر اخدها، تمام. فدي كده الطريقه اللي ممكن اعملها، ان انا زي ما قلنا نجيب الجراف واخد الني بتاعته. طيب السايكل اللي بعدي بيها في الكلاسترينج، الكلاسترنج بقى عامه، لو انا عندي بعمل اول حاجه اكيد ان انا بجمع الداتا بتاعتي، بعمل داتا كولكشن، بعد كده بعمل اكسبلورنج للداتا دي، ببدا اشوف الداتا دي شكلها عامل ازاي، او بعمل لها بلوتينج او بعمل لها اكسبلور باي طريقه، وابدا اشوف الكلاسترنج تندنسي بتاعتها، يعني هل هي تند تو بي كلاسترد ولا لا، تمام. ببدا بعد كده اشوف
طب هي خلاص ماشي محتاجة تعمل لها كلاسترينج، طب هل هي اعمل لها كلاسترينج بالهيراريكال، هل اعمل لها كلاسترينج بالبارتيشنال كي مينز ولا بالدينستي بيزد؟ ببدأ اشوف انهي استراتيجي او انهي نوع كلاسترينج همشي بيه، بعد كده ابدا اعمل الكلاسترينج نفسه واعمل عليه فاليديشن، ابدا اشوف طلعت نتائج مظبوطة ولا لا، وبعد كده بقى ابدا اعمل الاناليسز بعد ما خلاص بقى طلعت الكلاسترز كلها وتاكدت ان هي تمام صح، ابدا اعمل بقى الاناليسز اللي انا كنت عايزه اعملها على الداتا دي اصلا. طيب عندي كمان، لو انا عندي بوينتس كده ده الديستريبيوشنز بتاعها، دي كده راندوم ديستريبيوشن، ده راندوم ديستريبيوشن بيوريني يعني اشكال مختلفه من الديستريبيوشنز للداتا بوينتس، فده كده راندوم. ده كده هلاقي ان انا عندي نورمال ديستريبيوشن هنا ونورمال ديستريبيوشن هنا، وعندي كمان راندوم نويز حواليهم. النورمال ديستريبيوشن اللي هو كان بيبقى ان انا عندي بوينتس بتبقى كونسنتريتد في او ليها دنسي عاليه في مكان معين، زي كده مثلا ان كان بيبقى كيرف كده طالع وبعد كده بيبدأ ينزل تاني، ان ده كده ده النورمال ديستريبيوشن. انا عندي هنا دينستي عالية، ونفس الكلام برضو هنا عندي دينستي عالية في مكان معين، وبعد كده الدينستي دي بتقل على الاطراف، فده كده النورمال ديستريبيوشن، وده كده النورمال ديستريبيوشن، واللي حواليهم دول كده ايه هيبقوا نويز. طيب ده كده normal distribution بس لأن مفيش noise حواليهم، هو شوية data points مجمعة هنا وهنا، فعندي two normal distributions. هو كده عمل bar chart ما بين التلات أشكال اللي شفناهم. أول حاجة اللي كانت random noise دي اللي هي الأبيض خالص، فهلاقي إن عدد points تقريبا متقسم زي بعض، لما كان عندي اتنين نورمال كلاسترز وكمان نويز، فكان عندي دي كده اول نورمال كلاستر وده كده تاني نورمال كلاستر، فكان العدد بوينتس فيها كتير بس برضو ما كانش كتير قوي لان كان فيه نويز حواليه. انما بقى التالتة دي اللي كان فيها نورمال كلاسترز بس، فكان اكتر حاجة ان البوينت كونسنتريتد في المكان اللي فيه two normal distributions اللي هما المكانين الكبار دول، وهلاقي ان حاجات قليلة قوي بقى ايه حواليه، لحد هنا مفيش او ما هنا مفيش خالص، التالت زيرو لان مفيش noise، وهنا في الاخر خالص مفيش من البار التالت ده لان هو برضو مفيش noise فيه، كان بس normal distributions. طيب كده خلصنا lecture 6، الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل شيت 5 على الكلاسترينج.